كل الناس بتدور على الانبساط، لكن الانبساط انواع. في الانبساط الخيالي، انك تذاكر وتنجح وتجيب مجموع، تطلع الاول، تشتغل، تتعب، تعمل فلوس كتير، تتجوز فتاة احلامك، تخلف كده عيال مقطقطين وزي القمر، عشان كده اسمه خيالي. انسى خيالي. وفي الانبساط المكلف، ريحة فرش العربية وهي زيرو، التابلت وانت بتشيل من عليه البلاستيك، انبساط بس هيكلفك. وفي بعيد عنك الانبساط الإجباري، اللي هو بتضطر فيه تضحك الضحكة دي. أنا بالنسبة لي الانبساط الحقيقي جاي من اسمه، من البساطة، لما تطلع من الركنة من غير ما السايس يشوفك، لما آخر حتة بني في العزومة تطلع من نصيبك. لا ما أنا أكلت كتير أصلا. أوكي لما مراتك تقول لك احمد مش هينفع تيجي معانا عشان الخروجه بقت كلها ستات، تبقى من جواك بتزغرط وعامل نفسك زعلان، انك تفتح الفريزر تلاقي علبه ايس كريم، تفتحها تلاقي فيها ايس كريم بجد، مش توم مفروم ولا صلصه مجمده. هو الانبساط يعني بساطه. عندك مثلا تريتس، تاتش بسيط كده بس فيه انبساط. تريتس، حلي وقتك.